نددت منظمة الصحة العالمية بالدمار الهائل الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي والذي يعد أكبر المشافي في القطاع. وبعد أن وصل أعضاء المنظمة إليه قالوا إن المجمع المدمر أصبح هيكلا فارغا إلا من الجثث، فيما تحدثوا عن روايات مرعبة للمرضى الذين عايشوا ظروفا صعبة أثناء حصار المستشفى من قبل الجيش الإسرائيلي.